السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لمشاهدة مباراة الزمالك والشرطة في الكونفدرالية الإفريقية، لايك وشير وسبسكرايب وتعليق بتم. الزمالك المصري في مواجهة الشرطة في الكونفدرالية، الزمالك حامل اللقب في مهمة جديدة من أجل الحفاظ على لقبه وتحقيق الكونفدرالية. بالتوفيق لممثل مصر نادي الزمالك في مهمته الأولى الإفريقية، في مهمة صعبة جدا، ولكن مع الصفقات ومع خبرات نادي الزمالك وإمكانيات لعيبته كل شيء هيكون سهل. بالتوفيق لنادي الزمالك في مهمته الإفريقية الأولى أمام فريق الشرطة الكيني. لايك وشير وسبسكرايب للنادي الأهلي يوصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.